إيه سبحان الله كيف القدر جمعكن. معناها لو ما اجتمعنا أنا وخالك ما كنا عرفنا الحقيقة، وكنتوا ضليتوا عم تلعبوا علينا كمان. وحتى نحنا كنا عم نلعب عليكم، أم فجأة لقينا حالنا جوات اللعبة. ما فيكن تهربوا من القدر لو شو ما عملتوا. حتى لقائي أنا وديفران مكتوب لحتى نعرف كل شي كان عم يصير. صحي ما خبرتيني شو صار بينك وبين خالي؟ يعني ما بدي أقول إني حسيت شعور حب من النظرة الأولى، بس حسيت مثل الكهرباء عم تتحرك فيني، حتى حسيت خالك صار معه هيك. خالي ديفران، يعني فينا نقول إنه أنت أول بنت بتحرك شي بخالي. يا حبيبتي أنت شو فكرة؟ الكهرباء الموجودة عند عمتك قوية كتير، وأي شخص بتوصله الكهرباء تبعي بيعمل أي شي ليوصل لي. يعني أنت بترسمي حظك بمنطقة المحولات الكهربائية؟ أنت غريبة والله. هاتوا لشوف شو اللي عم بيضحككم ومفرحكم. يعني شو بدي يكون أحاديث عادية يا أمي. حبيبة قلبي قلي لي شو جاي على بالك اليوم تفطري لحتى حضر لك يا. لا تعزبي حالك ستي، أساساً أنا ما كتير باكل. شو هالحكي هاد بنتي؟ شو جاي على بالك لأطبخ لك يلا؟ شو هالدلال؟ الصبح عملتي لنا السحور من تحت إيديكي وهلأ تعملي الفطور؟ يا ريت كل يوم تدللينا هيك. عفت يا ريت تسكتي أحسن ما ينتزع مرائك ماشي؟ أي تمام، خلص ما دخلني، اليوم مزاجي رايق وما بدي أنزع ابنه. شو عندك اليوم بنتي؟ شو رأيك تروحي على المحل لعند أبوكي؟ إيه بس اليوم ما في عندي دروس. إيه تمام، معناتها بتروحي بتقضي وقت، روحي لعنده بتتسلي معه بالمحل والمساء بتلاقي فطورك جاهز. إيه بروح. شو هالجمعة؟ معناتها عم تخططوا لشي؟ عم نظبط برنامج لحفيدتي الحلوة، هلأ رح تروح معك على المحل وبترجعوا المساء بيكون الفطور جاهز. تمام، والمشاوي على حسابي المساء. لا شو بنتي؟ حطيتي الست سيهان كأنه؟ ايه لأنه بحبها كتير. ومن أمتى هالمحبة؟ من زمان بس انت ما لاحظت الشي. هذا كتاب أفرجي كمان؟ ايه أنا كتير بحب جمال سوريا وبيطير عقلي بكل شي بيكتبه كمان. يا ربي ما عم صدق، وهي الطبعة التانية كمان. بابا ليك قصيدتي المفضلة موجودة هون. الحمد لله، يا رب ما يكون اللي أنا فيه حلم. بنتي بتحب جمال سوريا وقصائده. ليك بابا، مكتوب ملاحظة اسطنبول 20 كانون الأول 1958، فكر بالموضوع من نص قرن تقريبا. مين بيعرف يمكن اشترى لي إلا الشي اللي ما قدر يحكيه وش لوش، أو يمكن يكون اشترى قبل بنته لحتى يعرفوا الحب والرعاية والمشاركة من جمال سوريا وإحساسه. ألف الحمد لله، هاي بنتي اللي بشوف حالي فيها. تعي. تعرفي أحياناً بيخطر لي إنك فتي على كلية الآداب بس مشان ترضيني؟ ممكن تعطيني الكتاب؟ هون بتخلص رحلة هالكتاب عندي. وهلأ هذا الكتاب إهداء لأكتر حدا ممكن يحميه ويحافظ عليه. خدي يا عمري. من أجاويد إلى ابنته الوحيدة لتتعرفي على الحب والرعاية والمشاركة من جمال ثريا. حبيبي